لذلك سيد الرئيس انا لن اخاطب الا المراقبه. اللي عنده شي حاجه في دماغه راه ما يمكنش يديرها الا بطلق الدستور. تقول لي حزب ولا ماشي حزب، حتى انا عندي حزب، ولكن انا هنا تمثل الحكومه السلطه التنفيذيه وانت كتمثل السلطه التشريعيه، ولكن هذا اللي عطى الله فيه نبقاو في هذا المجال هذا. بغيتوا ديروا حزب راه في النظام الاساسي قبل تغلب المحكمه الدستوريه مرحبا، وقولوا لي الحزب النازي ولا الحزب الايطالي ولا الحزب الثوري البولشيفي ولا قولوا لي بغيتوا. بحال هذه الممارسات اللي كتمنعني نهضر. تفضل السي عبد الصمد. لا لا تفضل تتكمل. واش انت دابا انا كنخيط انا شاد وباغي ندير هذا انت خسرتي. السيد الوزير قبل ما يعطيك الكلمه السؤال. انا نعطيها السؤال هذا ماشي، هل في بعض الدول للحق للمتقاضي ان يرفض المحامي وينصب نفسه دفاعا عن نفسه، واش عندنا هذه الامكانيه في المغرب؟ كاينه. تفضل سيد الوزير. شكون قال لك كاين راه عدم القبول في الملفات الكتابيه اذا لم يكن لك محامي؟ هادشي تدار في ايام بوزوبا كوزير العدل. نبقاو في امريكا معتقل كيجيب حباس معاه وتيجلس في البلاصه ديال المحامي وكيرافع عليه. غير حنايا اللي تواصل السماء. وعلى كل السيد عندي جوج ملاحظات السيد الرئيس. اولا بغيتكم باش في المحضر ان تسقطوا ملاحظتين كنقطة نظر. في الصباح سمعت كلمة وقال باسم حزب كذا، ودابا كنسمع الحزب. لا أريد أن تكون في المحضر، أنا هنا مع الفرق البرلمانية وليس مع الأحزاب. أنا أناقش الفرق البرلمانية، الأحزاب عندي لقاء سياسي معهم في الشارع في المقرات ديالهم، لذا كنطلب إسقاط ملاحظة جوج الكلمة في الصباح اللي قالت باسم حزب كذا. أنا كان نائبة غير منتسبة. وهنا مسألة ثانية بيان وكذا وكذا يمشيو يديروها في المسألة الثانية الأخرى. أنا ما غنجاوبش المحامي احتكر بقوة القانون، ما كاينش محامي احتكر بقوة القانون. غنجاوبش السيدة النائبة ديال العدالة والتنمية الله قالت إلا عنده مشكل مع المحامي شكون غينوب عليه؟ ثالثا الملاحظة الثالثة بغيت نقول السيد الرئيس، ربما السيدة النائبة المحترمة كانت حاضرة معنا واخا ناقشنا التعديلات ديالها بطلب من فريق الشراكي ومن فريق التقدم للشراكية طلبوا أن نقدم المحامي على الوكيل. حتى الاستقلال تماما. لم يطلب فريق اجتهادي. نعم؟ لم يطلب فريق اجتهادي هذا. ما اطلبها اطلبها ثلاثة الأحزاب ما عرفت. صافي كنسحبها. وهذاك راه ثلاثة الصباح فاش دوزنا هذا الشيء مشي عليك. أسيدي كنعتذروا لك. خلل دماغي. زهايمر. بركة. كاينة. اللي بغينا نديرو درنا قدمنا المحامي على الوكيل. والنص الذي بين أيديكم سيد الرئيس هو مقدم المحامي على الوكيل. والوكيل في 79 ما ناقشوش كل وكيل باش يمكننا نفهموا، راه ما فيهش مساس لاختصاصات المحامي، هذاك الشيء غادي نناقشوه في قانون المهنه الاحتجاجي، ها هو جايكم فوق الطبل، ونناقشوا قانون المهنه انذاك، واش متذكر شنو هي اختصاصات المحامي؟ واش هي المجالات ديالو؟ شنو هي الحدود ديالو؟ واش هي سلطه التاديب عليه؟ واجي تشوفوا اللائحه، شكرا. احنا اتاتنا للبيان هو موقف حزب سياسي والاحزاب ممثله في البرلمان. وهذا نقول بانه على الاقل أن وفق ما نعلم ان هناك تنسيق داخل مؤسسات ديال كل حزب على حده، وتقدمنا بهذا التعديل لعل وعسى الاحزاب ديال الاغلبيه باعتبارها دوك القطاعات ديال المهنه هم امتداد لها انهم ينخاطوا معنا في هذا التعديل. نحن لم نطلب من السيد الوزير انه يجاوبنا على البيان، نقول بان هذا قطاع المحامي تابع داخل حزب سياسي اغلبي يصوتوا معنا على هذا التعديل، هذا هو الطلب ديالنا. واش قلنا شي حاجه؟ ولكن ما دام انها كاينه في القانون للمحاماه، شنو المانع اننا نوضعها في الشريعه العامه للتقاضي؟ شنو المانع؟ هو كاينه في هنا غادي نجيبوها باش نكرسوها هنا السيد الوزير، هذا ما نقوله. واليوم نحن امام امتحان فقط، نتمنى ان يتم التفاعل في نفس السياق. شكرا. السيد الرئيس، هو في الواقع احنا لما اقترحنا انه تحذف الوكيل ويكون موقع من طرف محامي فقط، فهو لتفعيل الاختصاصات اللي كينص عليها القانون، ولكن المشروع ديال القانون وهذه الماده ومجموعه ديال المواد توحي كان الحكومه في الحقيقه غير من باب الحرج ما جابتش لنا التنصيص على استبعاد المحامي بشكل صريح. والحال ان
تقليص نطاق الاختصاص ديال المحامي راه اللي كيهمنا فيه هو المواطن، لان هذا التقليص سيعود بالسلب على حقوق الناس وغادي يمس بشكل مباشر الامن القضائي. شكرا. التقدم الشراكيه قانون المسطرة المدنية وقانون الأم، وحنا دابا قدام المسطرة المدنية، شوفوا معنا هادشي اللي هنا، حنا كنعرفوا بأن هناك مساطر المدعي ما يقدرش يخدمها لراسو، المحامي علاش كنخافوا من احتكار المحامي؟ ندويو بفمنا العامر بأن المحامي من حقه الاحتكار، المحامي كيخضع لهيئة مهنية، عنده تكوين وعنده معرفة قانونية اللي كيراكبها، لا من خلال الكلية اللي جاي منها ولا من خلال تجربته المهنية، وبالتالي فمن الضروري أننا نسجلوا الاحتكار، الوكيل حنا علاش حنا كنرجعوا للور ولا كنزيدوا؟ الوكيل كان في المسطره القديمه وتحيد، علاش غنجيو دابا نجيبوه وهو ما عنده لا تكوين قانوني؟ واش نجيبوا واحد من الزنقه ونجيبوا نحطوه؟ سيد رئيس راه كلام العقلاء منزع عن العبث. انا عندي سؤال ودير نقطه نظام. ها السؤال شكون؟ باقي لطيفه نصر وانت كتاخذها اوكي، حنا خلي النقاش زوين. أستاذة شفيقة الشرف. شكرا السيد الرئيس. بالفعل هو شوف حتى الترتيب السيد الرئيس، الترتيب ديالها في قانون المسطرة المدنية كيف ما قالت السيدة الزميلة راه هو قانون المسطرة الأم. فعلا حنا كنعرفوا بأن قانون المهنة هو اللي كينظم مهنات المحاماة، ولكن السيد الرئيس لاحظوا هنا بأنه تجاوز، كاين المدعي ثم الوكيل ثم المحامي في الدرجة الثالثة. السيد الرئيس هنا راه كنقول لكم فتحتوا هذيك الكلمة ديال فتحتوا الباب إلى الوكيل، فتحتوا راه غادي يخلق واحد، غادي يخلق واحد الضجة، وغادي يخلق واحد التعثر على مستوى التقاضي. السيد الرئيس راه المصلحة المتقاعدين واننا حنا نحيدوا هذا الوكيل ونسدوا الباب على هذا الوكيل. السيد الرئيس ماشي باب تحتكر المحاماه، المحاكمه راه المحامي راه محتكر بقوه القانون لانه هو اللي كيحدد المسطره. السيد الرئيس حنا هذه الكلمه ديال الوكيل شوفوا ما ترتب عليها الان، وشوفوا هذا التوقف وعاد بالاضافه الى التعثرات الماجيه. السيد الرئيس حنا كنناشدوكم دابا بطريقه لينه وكنتقاسموا معكم، كنتقاسموا معكم الصيغه. السيد الرئيس بان هذه كلمه وكيل راه فتحات واحد النقاش اللي طويل عند الساده المحامين على مستوى الاختصاص وعلى مستوى الممارسه وعلى مستوى الاقصاء. والسيد الرئيس لكم وسع النظر. السيد الوزير قم يعطيك كلمه. السؤال انا نعطي السؤال هذا ماشي، هل في بعض الدول للحق للمتقاضي ان يرفض المحامي وينصب نفسه دفاعا عن نفسه؟ واش عندنا هذه الامكانيه في المغرب؟ كاينه. تفضل سيد الوزير. شكون قال لك كاين راه عدم القبول في الملفات الكتابيه اذا لم يكن لك محامي؟ هادشي تدار في ايام بوزوبه كوزير العدل. نبقاو في امريكا معتقل كيجيب حباس معاه وتيجلس في بلاصه المحامي وكيرافع عليه. غير حنايا اللي تواصل للسماء. وعلى كل السيد عندي جوج ملاحظات. السيد الرئيس اولا بغيتكم باش في المحضر ان تسقطوا ملاحظتين كنقطه نظام. في الصباح سمعت كلمه وقال باسم حزب كذا، ودابا كنسمع الحزب. لا اريد ان تكون في المحضر انا هنا مع الفرق البرلمانيه وليس مع الاحزاب. انا اناقش الفرق البرلمانيه، الاحزاب عندي لقاء سياسي معهم في الشارع في المقرات ديالهم. لذا كنطلب اسقاط ملاحظه جوج الكلمه في الصباح اللي قالت باسم حزب كذا، انا نائبه غير منتسبه. وهنا مساله ثانيه بيان وكذا وكذا يمشيو يديروها في المسألة الثانية الأخرى. أنا ما غنجاوبش المحامي احتكر بقوة القانون، ما كاينش محامي احتكر بقوة القانون. ما غنجاوبش. السيدة النائبة ديال العدالة والتنمية الله قالت إلا عنده مشكل مع المحامي شكون غينوب عليه؟ ثالثا الملاحظة الثالثة بغي نقول للسيد الرئيس، ربما السيدة النائبة المحترمة كانت حاضرة معنا وخنقشنا التعديلات ديالها بطلب من فريق الشراكي ومن فريق التقدم للشراكية، طلبوا أن نقدم المحامي على الوكيل. حتى الاستقلال تماما. لم يطلب فريق اجتهادي. نعم؟ لم يطلب فريق اجتهادي ما اطلبها، اطلبها ثلاثة الاحزاب ما صافي كنسحبها. وهذاك راه ثلاثة الصباح فاش دوزنا هذا الشيء، مشي عليك. اسيدي كنعتذروا لك. خلل دماغي، زهايمر، بركة. كاينة. اللي بغينا نديرو درنا قدمنا المحامي على الوكيل. والنص الذي بين ايديكم السيد الرئيس هو مقدم المحامي على الوكيل.
والوكيل في 79 ما ناقشوش كل الوكيل باش يمكننا نفهموا، راه ما فيهش مساس الاختصاصات المحامي، هذاك الشيء غادي نناقشوه في قانون المهنه الاحتجاجي، ها هو جايكم فوق الطبل ونناقشوا قانون المهنه انذاك، واش متذكر شنو هي اختصاصات المحامي؟ واش هي المجالات ديالو؟ شنو هي الحدود ديالو؟ واش هي سلطه التاديب عليه؟ واجي تشوفوا اللائحه. شكرا. سي عبد الله السيد الرئيس. السيد الرئيس، هذا المجلس طبقا للدستور فاصل 68 69 وطبقا للنظام الداخلي لا يحق للحكومه ان تتدخل في تداول الذي يقع داخل المجلس طبقا للنظام الداخلي. لا عنده شي حاجه يمكن من الاغلبيه شي واحد يثيرها، اما الحكومه ان تطلب بسحب كلمه او مصطلح او اي شيء من المحضر هذا ليس من اختصاصها. النظام الداخلي ينظم اعضاء ديال المجلس المعني فيما بينهم ولا حق للحكومه ان تتدخل في ذلك. شكرا. فاطمه استاذه نبيله منيب. شكرا السيد الرئيس. اولا نحن بصدد نقاش واحد المشروع اللي هو بالغ الاهميه، ولكن كاين بعض التشنجات ولا حتى بعض الملاحظات اللي لا محل لها من الاعراب داخل هاد الجلسه هذه. وانا مع هذا الشيء اللي قال الاستاذ بوانو، اننا كنواب الامه يعني في اطار واحد السلطه المفروض فيها اللي هي مستقله لا نتلقى دروس من اي جهه كانت، ثم انه تتكلم هادو غير منتسبون وكانها صبه. حنا مطالبين داخل المجلس بانه الاحزاب وحتى الفرق كتكلموا كيقولوا حنا في الفريق كذا، نحن في المجموعه كذا، وهذا الشيء حنا هكذا كنتكلموا السيد الوزير المحترم، وحنا كنطالبوا حتى النواب اللي بوحدهم باش يعني يتم تحديد الاسم ديال الاحزاب ديالهم. هذا من ناحيه. فيما يخص الموضوع يعني كيفاش نقولوا بيان او كذا، حنا في بصدد نقاش عمومي مهم، وتنظن بانه الساده المحامون والساده القضاة ساهموا بواحد الشكل فعال داخل البرلمان، حضروا وحتى خارج البرلمان وتقدموا بواحد العدد ديال الانتقادات لهذا المشروع، وشوفوا بينوا المكامن ديال الغموض اللي فيه، وهذا كان مساهمه فعاله في هذه العمليه التشريعيه. واليوم الى تذكر واحد النائب بانه راه كاين واحد البيان، هذا ماشي مشكل، بالعكس حنا هنايا باش نسمعوا المهنيين ايضا وباش نشرعوا بما فيه المصلحه ديال المهنيين وكذلك ديال الشعب المغربي اللي هو غادي يمشي غدا للمحاكم وخصو يلقى الاوضاع ديال المحاكم تحسنت. وفي هذا الصدد فالدور ديال المحامي اساسي، ما يمكنش اننا نحيدوا له الدور ديالو، هو اللي عنده اختصاصات وعنده الاليات يعني باش يمكن له يدافع ويوصل الحقوق لاصحابها وليس احدا اخر. وشكرا. ضروري. يلا استاذه فاطمه التامر. شكرا سيد الرئيس. يعني بمناسبة الكلمة اللي تفضل بها السيد الوزير وكيطلب السحب، أنا أيضا يعني كنسجل نقطة نظام بخصوص الكلمة اللي تفضل بها في تقديم المشروع، في تقديم ولما تكلم على عدد التعديلات وأشار إلى النواب غير المنتسبين. النواب غير المنتسبين ليسوا يعني مجموعة، لانه كنتكلموا على فرق برلمانيه ومجموعه نيابيه ونواب غير منتسبين، وكل نائب او نائبه فهو يمثل هيئته السياسيه وبالتالي يمثل نفسه هنايا، وهذا ما تيمكنش لما نقدموا عدد ديال التعديلات اننا نتعاملوا معهم كانهم مجموعه واحده، والحال انهم ليسوا مجموعه واحده، كل نائب له صفته شكرا واسمه. شكرا. سي بعزيز. شكرا سيد الرئيس. اولا لا وجود في النظام الداخلي لما يمنع الحديث عن الاحزاب السياسيه وهي مؤسسات سياسيه، ونحن هنا ننتسب للفريق اشتراك المعارضه الاتحاديه ونمثل حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبيه في هذه القبه ونتحدث باسمه في كل مواقفنا وقضايانا، ولا يمكن أن أتناقض إطلاقا داخل حزبي مع قطاع المحاميات والمحاميين الاتحاديين الذين كانوا من الموقعين على هذا البيان. هذه مسألة أولى، ولا يحق لأحد أن يقول لنا أن لا نتحدث عن الحزب، نحن جسد واحد داخل الحزب لا فرق بيننا ونمثله هنا.
مسألة ثانية سيد الرئيس، ألتمس منكم أن تسحب من محضر الجلسة كلمة السيد الوزير لأنها لم تكن جوابا على الأسئلة أو على التعديلات والتعقيبات الواردة عليها، وإنما كانت نقطة نظام، ولا يحق للحكومة أن تتناول نقطة نظام تخص السيد المجلس. وبالتالي فألتمس منكم السيد الرئيس سحب ما تدخل به السيد الوزير من محضر الجلسة، وشكرا. شكون؟ ولكن السي عبد الله عنده راي مخالف لهادشي اللي قلته كامل، وعنده الدفعات وفاهم مزيان، وكنطلب منه ياخذ نقطه نظام ويفصل في هذا الامر بلا ما نهضر انا. وبناء على الدستور اعطي لكل واحد حقه، السي عبد الله اعطي كل واحد حقه. صحيح. لا لانه ولا جات مني انا. لا لا لا، دابا حنا فتحنا واحد القوس دابا خارج النظام الداخلي وخارج كل شيء، فتحنا هذا القوس. لا ماشي مشكل، لا ماشي مشكل السيد الرئيس. السيد الرئيس، اولا حنا تقدمنا في النظام الداخلي ودرنا فيه شي حاجه اللي كانت غير عرف ودرناها ورصيناها، هو حق الحكومه باش تدخل في النقاش اللي كيكون داير بغض النظر على التعديلات. هذا التعديلات كاينه في النظام الداخلي ديالنا تدخل، لكن بعض الامور اللي كتهم المجلس سير المجلس، لانه الفصل 69 من الدستور كيقول يضع كل من المجلسين نظامه الداخلي ويقره بالتصويت، الا انه لا يجوز العمل به الا بعد تصريح المحكمه الدستوريه بمطابقته. يتعين على المجلسين في وضعهما النظام داخل مراعاه تناقصهما وتكاملهما ضمن جهه العمل البرلماني. يحدد النظام الداخلي بصفة خاصة قواعد تأليف وتسيير الفرق مجموعة النيابية والانتساب إليها والحقوق عفوا الخاصة المعترف بها للفرق، واجبات الأعضاء في المشاركة الفعلية في أعمال اللجان والجزاءات العامة والجزاءات المطبقة حالة الغياب، عدد اللجان الدائمة واختصاصاتها وتنظيمها مع تخصيص رئاسة اللجنة أو الجلسين المعارضة على الآخر. لا دابا 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 السيد الرئيس، السيد الوزير، لا السيد الوزير، حنا كنتكلموا على التدخل ديالك باش يعني في تصريحات الساده النواب، باش كتقول لهم هذه يسحبوها ولا يخليوها ولا يحيدوها من المحضر ولا لا. هذا حنا اللي، لا هذا اللي كنقولوا حنا، لا يحق لك السيد الرئيس، السيد الوزير. هذا ثم حتى الماده الثانيه ديالنا واضحه في هذا الشان، وحنا كننظموا لان هذه كتنظم العمل ديالنا حنا، ما كتنظمش عمل ديال المشاركه ديال الحكومه. الحكومه كتشارك معنا، حنا ما كندخلولاش، وإلا نمشيو كناخذوا نقاط نظام واخا عن بعد على العمل ديال الحكومه، ما يمكنش. هذاك هي كديروا واخا كتناقش المقترحات ديالنا ومخصصه جلسه خاصه بها، ما كندخلوش فيها لان هذاك السير ديالها. فهنا في وسط البرلمان، في وسط هذا المجلس الموقر، الحكومه تتدخل، عندها الحق تاخذ نقاط نظام، عندها الحق تفعل، ولكن ان تطلبها من المجلس من النواب اللي كيصرحوا به يسحبوا هذه ولا يخليوا هذه، هذه من اختصاص السيد رئيس الجلسه وحده. شكرا. لا الا سمحتوا بلاتي السيد الوزير، غير بلاتي السيد تويزي. واخا بزاف على هذا الموضوع، لانه بدايه ان النظام الداخلي اللي عندنا انه ينظم فعلا ما يروج داخل هذه الجلسه وما يروج بين البرلماني، ولكن الحكومه جزء مما يروج داخل هذه الجلسه، وبالتالي حتى ديك الفكره الاولى على ان الحكومه لا تتدخل منعت من الكلام في واحد الوقيته، حتى جا النظام الداخلي الجديد اللي عندنا انه يسمح لها. ما عمر القانون يمنع الوزير ان يتكلم، لان الدستور كيقول توازن السلطات، توازن السلطات فيما يخص لا الكلام ولا اي حاجه. ثم هذا المحضر اللي كاين دابا، هذا محضر ماشي غير ديال مجلس النواب، فيه المحضر فيما يقال، اش قلتي انت كرئيس فريق، اش قالوا النواب، واش قالت الحكومه كذلك. هذا محضر مشترك، واخا عمل مشترك ما بين الحكومه وما بين مجلس النواب، وبالتالي ما كاينه شي ماده داخل النظام الداخلي التي تمنع الحكومه من التكلم من بدايه رايها في جبدات في مساله لا بدها تجاوب عليها ولا بدو عندها الحق تجاوب عليها، وما كاين حتى شي ماده داخل هذا النظام الداخلي كيمنعها. ما كاينش، ما كاينش ماده، ما كاينش. سيد ريس سنتيسي. شكرا سيد الرئيس. انا عندي واحد الملتمس، الله يجازيكم بخير. دابا النظام الداخلي الحالي واللي تم تعديله وتجويده
في الحق تقدمنا فيه والامور هي ماشيه من الحسن الاحسن، الا انا عندي واحد الملتمس، كلما قدم نائب او نائبه التعديل نبقاو في واحد يعني ماشي في دقيقه، اللي كاين مواد اللي تستحق المناقشه، ولكن مع ذلك ارجوكم سيد الرئيس، لان قدمنا 650 ماده وفين وصلنا بعدا 76 ماده، ربما في 4 الصباح ولا اكثر وما غنساليوش، وتعلمون على ان الجلسه ما يمكنش نرفعوها ويعني ونجلسوا، فالكلمه تبقى للسيدات والساده نواب مع العلم. كاين واحد الاشاره السيد الرئيس سامحوا لي اللي مهمه، راه كاين التقديم والمناقشه التفصيليه والمناقشه العامه والتفصيليه، وفي اللجنه راه المفروض يكون هي تقديم طفيف، لانه هنا نعم خص يكون تقديم واضح. علاش؟ لان ما كاينش اعضاء اللجنه، كاين المجلس كله يمكن يقتنع بعض الامور وهكذا، اذا الا يمكن نتعاونوا كاملين باش نتقدموا، خاصه بالنسبه لليوم من بعد هذا النقاش اللي مفيد جدا ان شاء الله. ف بعد غدا راه غادي يكون عندنا الوقت. ف شكرا سيد الوزير. سمحت السيد الرئيس، هذه جلسة دستورية تخضع لرقابة المحكمة الدستورية، وحينما جاء الدستور نص، لأن البرلمان هو المجال ديال النقاش بين البرلمان ومثيل الأمة والحكومة، هذا هو المجال، ماشي الشارع، ماشي الجرائد، ماشي هنا، هذا هو المجال التشريعي، هو المجال الحوار بين الحكومة. من حيث تجي الخطبة، علاش كنخطب؟ كنخطب نص على الدستور. الفرق البرلمانية، أنا ما كنعطيوليش أحزاب سياسية، أحزاب سياسية كنخطبوا ونخرجوا الجرائد. هذا مسؤول، لان انا قلت واحد النص داز، راه داز بنت ما داز، ما داز صوتوا عليه ضد داز، ما داز صوتوا عليه مع داز، والمحكمه الدستوريه تراقب، واخا غدا تجي المحكمه الدستوريه واحد الدفع تقول لي باسم الحزب كذا راه حنا وافقنا عليه، ما كاينش الموافقه الدستوريه، لا الحزب له لازم وصفه لي صديق، وعلشو صوت الفريق البرلماني هو المحاور ديالي، كنقولها دائما، حينما يخاطبني السياسي في حزب سياسي، هذا نقاش سياسي عام، حينما يخاطبني البرلماني لانه يراقبني وانا مسؤول امامه. لذلك سيد الرئيس انا لن اخاطب الا المراقب، اللي عنده شي حاجه في دماغه راه ما يمكنش يديرها الا باطار القانون الدستور. تقول لي حزب ولا ماشي حزب، حتى انا عندي حزب، ولكن انا هنا تمثل الحكومه السلطه التنفيذيه، وانت كتمثل السلطه التشريعيه. ولكن هذا اللي عطى الله فيه، نبقاو في هذا المجال هذا. بغيتوا ديروا حزب في النظام الاساسي قبل تغلب المحكمه الدستوريه مرحبا، وقولوا لي الحزب النازي ولا الحزب الايطالي ولا الحزب الثوري البولشيفي ولا قولوا لي بغيتوا، فعندي اشكال ديك الوقت يقولوا الحزب كذا مرحبا، ولكن لا ما كايناش في القانون، الا ما كايناش الدستور، الا ما كايناش في القانون، اسمح لي ما كاينش الفرق البرلمانيه، وكنعرف رئيس الفريق. شكرا سيد الوزير، شكرا شكرا. الا سمحتوا سي عبد الله، خلينا في واحد الجو ايجابي، والنقاش راه ماشي راه النقاش لا سي بعزيز، واحد سي بعزيز الله يهديك السي بعزيز، السي بعزيز وقعت بعض السي بعزيز الانحراف الاولي في نظري هو انه عوض التركيز على الظواهر السلبية. سؤال، هل يمكن عقد جلسة عامة بالنواب في غياب الحكومة؟ ديال مدونة الأسرة هذه قرابة 20 سنة النظام الداخلي في لا يمكن عقد الجلسة العامة في غياب الحكومة. نعم السي تفضل السي عبد الصمد، السي عبد الصمد هذا الأسلوب غاطلب كلمة ونعطيك، ما تبقاش تهضر من تما وعبر مزيان وخليني نكمل في التعبير ديالي، تا نكمل الفكرة ديالي باش ما تبطرهاش وتولي ما توصلش للرسالة، بحال هاد الممارسات اللي كتمنعني نهضر. تفضل السي عبد الصمد. لا لا تفضل تتكمل، واش انت دابا انا كنخيط انا شاد وباغي ندير هذا، انت خسرتيني. كاين الظاهرة الثانية المقلقة جدا وهي ارتفاع معدلات، اذا سمحتوا اذا سمحتوا نكملوا العمليه التصويت، كنفتح المجال للكلام للجميع الاخوان، اصبح نعاود ثاني نهضر خليني نكمل. حالة الطلاق ماشي بالضروره نكونوا متفقين، الا ولينا متفقين غتولي النمطيه، ولا ولات النمطيه ما بقى نقاش ما بقى برلمان، كتهدد من الواجب نختلف ومن الواجب نقراو الامور من زوايا مختلفه. طلاق من الواجب، صراع ما بين العائلات، ولكن نفرض رايي بهذا لا الى اخره. المهم ماده 76 فالنقاش كان خصو يكون صب